السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء بخير وعلى خير وصحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا الجديد الإخوة اللي كاين هو الرحبة كما كتشوفوا معنا. الرحبة هنايا بداو كيركبوا لي الكرياج، جات في هاد النقطة ديال التقاطع بين شارع مولاي علي الشريف وشارع محمد الخامس. كنتمنوا من الله ان الناس اللي غتبيع وتشري في جناب الرحبه تبعد غير من الطريق باش ما تعرقلش الحركه السير، وان شاء الله راه غادي يكون خير، لان من خلال هذه النقطه فين جات الرحبه كاين في جناب اتساع، كاين في جناب اتساع كما كتوضح الصوره. وبالنسبه بالنسبة للباب الرئيسي من غادي يدخلوا الأغنام إن شاء الله فهو هذا، غادي تكون واحد الطلعة من هنا بالضبط. غادي كنشوفوا الجامعات كلفات بالتركاب ديال الكرياج بالأمور اللي خاصة الدار، هذا هو الباب اللي غيكون عندنا هو هذا، هذه الدخلة الرئيسية اللي غتكون. في وقت سابق كان حتى كدوز الصفقة عاد كيجي هذاك اللي خدا الصفقه كيبدا يقعد، هاد المره لا، هاد المره شفنا الجامعه باشرات العمليه ديال الكرياج، مع العلم راه باقي ما كملتش، واحد المساحه كبيره هابطه حتى للديور اللي لتحت. فنتمنى من الله الامور تكون في المتناول ويكون تنظيم مزيان باش الامور تكون على احسن وجه، هذا هو اللي كاين. بالنسبة لنقطة أخرى فالأشغال متواصلة، القنطرة المؤدية للهرهورة، والكل ينتظر بفارغ الصبر نهاية الأشغال، لأن القنطرة كتلعب واحد الدور كبير وكبير بزاف. راه ما يمكنش واحد لومبوتياج كيكون في الوقت اللي خارجين الوليدات من المدرسة، ولا في الوقت اللي كلشي راجع لدارو في السونتر، راه مشكلة ومشكل كبير. اللي كنبغيو نأكدو عليه هو أن الحمد لله بعد ما دارو ديك الجنابيات الإخوان كيستأنفو الأشغال هنا التروطوار في الجنبات، مني كيبينو الخدامة هنا الفقرة القليلة مزيانة. بالنسبه لهاد النقطه هادي ديال الطريق هادي، هادي حتى هي غتشملها عمليه الاسفلت، وغنشوفوا عمليه التبليط هنا على اليسر. بالنسبه للقنطره بقى لهم غير يشارجيو ان شاء الله من الفوق ويدوزوا لنا عمليه الاسفلت كذلك. هاد النقطه زوينه وساعد الطريق هنا، اللي غيطلع على اليمين راه غيطلع، واللي غيدور على اليسر غادي يدور. انا بالله غيعمرها ان شاء الله تكون الامور مزيانه، يعني كنشوفوا الاشغال في كل بلاصه. في الوقت اللي كنهضروا على هذه الاشغال هذه فراه كاينه اشغال اخرى في مسيرة جوج في شارع الادارسة، كاين في ديور الشركة، يعني كاين اشغال الحمد لله في مدينة تمارا، كذلك في الوفاق. الأمور اللي مهمة كنشوفوها الحمد لله. كيلزم غير شوية الصبر إن شاء الله والأمور كلها غتكون مزيانة. جابوا لنا واحد الحديد الفوق هنا في القنطرة، جابوا لنا واحد الحديد، غادي ندير لكم الفيديو الثاني إن شاء الله وغتشوفوا الأمور كيفاش غادا. وهنايا كنشوفوا الجي سي بي حاضرة كتكمل واحد المقيطع اللي كان بقى لينا هنايا، باش إن شاء الله من بعد غادي نشوفوا عملية الإسفلت من كوميساريه سونترال حتى السونتر ديال تمارا.
طلعت الصورة جميلة إن شاء الله. نشوفوا هنا إضافة أغراس جديدة، العملية ديال الجاردينج متواصلة كما كتشوفوا هنايا. إخوان خدامين من الله ميسر. هنا المركز ديال المدينة، مركز مدينة تمارا. المركز اللي هو خاصو واحد التفاتة كبيرة، خصوصا الأشغال دابا كنشوفوها جاية من عين عتيق ومن مدينة الصخيرات، باش تطلق علينا بتمارا مع الرباط. الأمور غادي تكون إن شاء الله مزيان. فمدينة الصخيرات دازت فيها عملية الإسفلت الأخيرة بالنسبة للنقطة اللي كتربط بين ميموزة والبساتين والريف والرياحين إلى حدود طوار محيجر، الخرجة ديال مدينة الصخيرات في اتجاه عين عتيق في اتجاه وادي كم. واحد المقطع اكيد تا هو غادي تكون فيه الاشغال ان شاء الله. بالمناسبة وحنا كنتبعو هاد الأشغال والتطورات اللي كاينة في تمارا، نناشد السيد الوالي اليعقوبي بالإفراج على أصحاب الشكايات. قاطيني دور الصفيح، الناس اللي لقاو راسهم أصحاب الشكايات والأمور ديالهم مضبوطة وبقى بحقهم واحد الإغفال أو ما شابه ذلك، فكنتمناو كنتمناو من الله أن هاد الإشكال يتحل، لأن الناس مساكن الله اللي يعلم بها. كذلك الملف ديال افراد كيش لودايا اللي كيتسناو اللوائح، ومن ثم ان شاء الله بداية صرف المستحقات. من امام عمالة صخيرة تمارا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.